تحت الأرض يجمع مكسيم خليل وروزينا لاذقاني في أول ثنائية لهما. في قصة مليئة بالتشويق تدور أحداثها بمدينة دمشق السورية مطلع القرن الفائت، وتحديداً في العام 1900، في إطار حكاية ملحمية شعبية ضمن دراما اجتماعية تتناول الجريمة والصراع بين التجار في تلك الحقبة من الزمن، وتتحدث عن التجارة وصراع عدة شخصيات تتسم بالنفوذ والقوة. ويحمل المسلسل طابعاً تشويقياً في أحداثه ويمتد على 30 حلقة. المسلسل من تأليف شادي دواعر وسلطان العودة، إخراج مدر إبراهيم في أولى تجاربه الإخراجية لعمل كامل، بطولة مكسيم خليل، روزينا لاذقاني، أحمد الأحمد، لجين إسماعيل وآخرين. أعطيني دكتور قيس. أستاذ جرب خذ نفس وقل لي مين معي. أقول لك أعطيني دكتور قيس من وقت لحالي. طيب بس قل لي مين معك، قال له للدكتور قيس. قال له أحمد أصابيعي. يلا ثواني. مكسيم خليل هو ممثل سوري ولد في دمشق لأب سوري وأم روسية، درس البالي لمدة 10 سنوات في معهد البالي في دمشق، وحقق نجاحا كبيرا وانتشارا واسعا من خلال مشاركاته في العديد من المسلسلات مثل ربيع قرطبة، مرايا، زمن العار، لعنة الطين، غدا نلتقي، وابتسم أيها الجنرال. وكانت آخر مشاركاته مسلسل ترتيب خاص من تأليف وإخراج ميار النوري في أولى تجاربه الإخراجية، وشاركه في التأليف فؤاد يمين، وهو مسلسل قصير بقالب كوميدي خفيف الظل ب10 حلقات، عرض مؤخرا على منصة أمازون برايم، وقدم فيه مكسيم خليل شخصية أحمد الأصابيعي، شخصية مميزة ومختلفة جدا، فقيرة مهمشة ومحبطة. لكنها ذات طموحات كبيرة للشهرة والنجاح وتحقيق الذات. أما روزينا لاذقاني فهي ممثلة سورية ولدت في دمشق عام 1990، درست السينوغرافيا في المعهد العالي للفنون المسرحية، وخاضت أولى تجاربها في الدراما التلفزيونية عبر لوحتين في مسلسل ناطرين من إخراج تامر إسحاق، وبرزت نجوميتها في مسلسلات مثل عناية مشددة، بانتظار الياسمين، شوق والهيبة. وكانت آخر مشاركاتها في مسلسل أولاد بديعة للمخرجة السورية رشا شربتجي، والذي عرض في رمضان 2024، حيث أدت فيه دور عبير وحققت ثنائية عبير ومختار الذي قدمه الفنان السوري محمود نصر نجاحا كبيرا وتفاعلا ملفتا من الجمهور. أنا بحبك مختار. بحبك من قبل ما أشوفك. وتستمر شركة كلاكيت المنتجة للعمل في التحضيرات المناسبة لبدء التصوير بإمارة أبوظبي في دولة الإمارات، ليكون جاهزاً للعرض في موسم رمضان 2025. كما من المحتمل أن يشهد العمل عدة مواسم، حيث سيحمل الموسم الأول منه عنواناً فرعياً يحمل اسمه موسم حار.